رح نبلش بمحطتنا الأخيرة، وأكيد دعم الليرة السورية، اسم حملة أطلقوها عدد من الشباب السوري بالثالث من الشهر الحالي ردا على بعض الحملات والصفحات اللي عم تحاول كانت النيل من الليرة السورية. أكيد. وللحديث بشكل موسع عن الحملة وأهدافها وصداها ضمن وخارج سوريا وعبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، صباح نغير مع مريم علي صافي مديرة الإعلام والعلاقات العامة في الحملة. يسعد صباحك وأهلا يسعد وسهلا صباحك. فيكي. يسعد صباحك مريم. يعني حملة كتير مهمة وكلنا بحاجة يمكن هالدعم المعنوي، وإن شاء الله يكون أثره كبير على أيضا على الشارع السوري. خلينا نحكي عن شعار الحملة، كيف بلشتوها وكيف بدأت الفكرة؟ هلا شعار الحملة كلنا يعني كلنا ليرة ليرتنا، كلنا يعني كلنا انه هي مسؤولية الجميع، اليوم ما في جهة وحيدة هي المعنية، نحن اليوم كسوريين كلياتنا معنيين بدعم ليرتنا، ليرة ليرتنا، لأنه هي بالنهاية بتنعكس علينا كلياتنا، هذا اقتصادنا ونحن عم ندافع عنه. أكيد. خلينا نحكي عن أهداف الحملة، خلينا نحكي كمان قلتي صرتوا قاعدة شعبية، خلينا نحكي عن هذا الموضوع وكيف قدرتوا تساهموا بنزول الدولار. هلا نحن صرنا قاعدة شعبية لأنه بصراحة بلشنا مو بس من هلا، نحن صرنا 4 سنين موجودين على الأرض، حتى كان في عدة حملات يعني توالت الحملات لحتى وصلنا لهيدي الحملة. الشغل الحقيقي كان لما ارتفع سعر الصرف وكان في سعر وهمي، بلشنا اشتغلنا على الأرض، حاربنا التطبيقات الوهمية، حاربنا الصفحات اللي عم تنشر أسعار معنا صحيحة، ساهمنا فيني أقول لك بشكل تدريجي بانخفاض سعر الصرف. كمان كان هدف الحملة الأساسي ما بس محاربة التطبيقات، كان محاربة التطبيقات الوهمية، محاولة نشر وعي بين فئة الشباب كرمال ما يتداولوا هيدا الأسعار. أكيد. قلتي لنا نزلتوا على الشارع، شو عملتوا بالشارع ولا أي شريحة توجهتوا؟ هلا نزلنا على الشارع طبعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الشبكات، فيني اقول لك على الارض عن طريق التواصل مع الجهات، مع جهات رسميه، مع جهات حكوميه، مع تجار، مع صناعيين، كرمال مثل ما قلت لك نخلق قاعده شعبيه كثير كبيره وواسعه، وكرمال نعزز ثقه المواطن بالليره، بالعمله السوريه اللي هي عملتنا، وكمان كرمال انه يعني فيني اقول لك انه مو بس هيك، نعزز الثقه بين المواطن وبين هي المؤسسات الحكومية. حتى في فكرة كنا عم نحاول ننشرها من فترة انه اشتري من المؤسسات الحكومية، يعني حاول انك تدعم ليرتك بأي طريقة كانت، حاول انك تشارك المنشورات او البوستات اللي لها علاقة بهيدي الحملة، لانه كل ما كان في مشاركة اكبر كل ما نحن حققنا نتائج على الارض بشكل افضل. طب خلينا نحكي شوية مريم لكن عن تفاعل الناس وصدى هالحملة، شو حققت على ارض الواقع؟ هل كان في مشاركين معكم انه والله عجبتنا هي الحملة وخلينا نشارك معكم وصار لها يمكن تفاعلات أكثر؟ وخاصة بنعرف نحن صارت يمكن الحرب علينا مو بس حرب اقتصادية إنما حرب كمان على مواقع التواصل الاجتماعي وهي أكثر خطر، وهذا دوركم كشباب اليوم حتى هلا. بالنسبة للأشخاص برجع بقول في صناعيين، في تجار كبار اليوم عم يحكوا معنا لينضموا لإلنا، في قاعدة كتير بحبها هي قاعدة صبايا، يعني أنا حتى أنا متطوعة بجمعية صبايا العطاء، كتير في صبايا من قلب الجمعية بيحاكوني إنه نحن كيف بنقدر ندعم الليرة، أو شو نحن شو اللي بنقدر، طبعا بوجه لهم كل تحية، نحن كيف بنقدر ندعم الليرة. فيني حتى في هنا إلي كيف مثلا فيهم ينضموا لكم حتى الصبايا يعني؟ هلا أي حدا بصراحة بيشارك البوستات وبيشارك المنشورات وبيحاول يدحض السعر الوهمي وبينشر السعر الحقيقي وبيحاول يعني يعني يمكن هي الكلمة شوي تكون يعني ما كثير توصل لقلوب الناس، بس أنا عن جد اشتري، حاول أنك أنت قدر الإمكان اشتري من المؤسسات الحكومية، مؤسسات الدولة، مؤسسات التدخل الإيجابي، أنت لازم تدعمها، تدعم ليرتك، حاول أنه أنت ما يعني إذا بتعرف أنه في شخص عم يتعامل ببضائع أجنبية أنا ما رح يعني حاول أنك ما تشتريها، يعني كرمال أنه أنت تشارك تدعم هيك بده اقتصادك يعني أو تدعم الصبية بلدك. اللي حابة تشارك معكم مو لازم حدا يدلها يقول لها شو هي الخطوات الأولى لحد ما تقدر تكون معكم هلا بالحملة. اكيد اللي بيتابع صفحه الحمله بيقدر ينطلق يعني لحاله، بيقدر ينطلق معنا تدريجيا، طبعا بصفحه الحمله موجود الخطوات، حتى نحن مثلا فيني اقول لك برجع نحن ذاكرين انه اي حدا بيشارك حتى لو بوست بسيط عن سعر الصرف الحقيقي او حتى بيحاول انه يحارب الصفحات الوهميه فهو نوعا ما معنا.
كلنا يعني كلنا حتى لو ما كان عم يتواصل معنا بشكل كامل فهو موجود معنا على الارض. بس نحن كلنا هلا لدعم الليره. هلا خلينا نحكي يا مريم، اليوم يمكن سعر الدولار نزل بجهود يمكن كثيره، بجهود اقتصاديه وشبابيه، وحتى خلينا نقول كثير من الاقتصاديين. كيف ممكن اليوم نحافظ على هذا المستوى ونحافظ كمان نشجع الناس مثل ما قلتي بحملة توعوية لشراء المنتج السوري، دعم الاقتصاد السوري؟ شو الخطط الجديدة اللي حاطينها هلا، وخاصة كل الناس خايفة يطلع الدولار؟ هلا صراحة هذا الموضوع كثير ينحكى فيه، لأنه أنا ما اليوم نحن ما عم نبحث عن حل بحيث أنه هلا نحن نخلص من المشكلة، لاحقا ممكن ترجع تصير هيدي المشكلة مثل ما تفضلتي حضرتك. فهون بقى ببلش دور إعلامنا الوطني اللي نحن بنتمنى أنه نحصل على دعمه الكامل بهذا الموضوع. كيف الدعم بيكون؟ أنه عبر نشر وسائل بأي طريقة كانت، ندوات التوعية لفئة مثل ما قلت لك لفئة الشباب، كرمال أنه كيف بيكون دعم الاقتصاد الوطني، تفكير الناس حتى بالمرسوم اللي أنا كثير بشكر سيادة القائد دكتور بشار الأسد عليه بال2013، مرسوم 54 اللي جرم كل حدا بيتعامل بغير العملة السورية سواء بداخل الأراضي العربية السورية. فنحن لازم نعزز هذا الموضوع ونحاول ندعم ثقة بين المواطن وبين المؤسسات الحكومية وبين المواطن وبين الجهات الرسمية. شوي شوي بترجع الأمور بظن أفضل. طبعا نحن هلأ فيني إلك بالمراحل الأولى حققنا انتصار، ما فيني إلك أنه هو انتصار كتير كبير. نحن بلشنا شوي شوي نخفض السعر، حاربنا على الأرض، حاربنا التطبيقات الوهمية. طبعا هو عبارة عن فريق، يعني فيني إلك بصراحة هو فريق كامل كادر موجود على الأرض، طبعا المدير العام الأستاذ عامر ديب بوجه له كل تحية بإشرافه، عم يتم هذا الموضوع، عم يحاربوا هيدا التطبيقات الوهمية. طبعا حتى في فكرة كتير من نوع عليها انه يا ريت الشباب لا تتداول السعر اللي ما هو سعر حقيقي، كرمال ما يصير نوبة هلع وذعر بين المواطنين. أكيد. يعني انا ما بيصير اقول انه قديش الرقم، يعني ما بيصير اقول رقم ما هو صح. انتشرت كتير بوسائل التواصل الاجتماعي، كل حدا صار يحكي سعر، صاروا يخوفوا العالم كتير من تماماً. إيه؟ سعر الدولار. خلينا نحكي رسالتكم وهدفكم. اكيد هلا رسالتنا صراحة نحن شغلنا نحن كلياتنا بخدمة البلد وبخدمة الوطن. بالنهاية نحن عم ندافع بصراحة عن حالنا، مثل ما عم ندافع عن أرضنا نحن عم ندافع عن اقتصادنا. رسالتنا لكل مواطن سوري ولكل حدا بيعني له موضوع الليرة وبيعني له موضوع البلد حتى، أنه يا ريت تشاركنا إن كان مثل ما قلت لك إن كان بدعم البوستات أو حتى ما بدك تدعم ما في مشكلة، بس أنت حاول قدر الإمكان ما تتداول أسعار مانا صحيحة. حاول ترجع تعزز ثقتك بالقيادة بي 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 حتى بالمصرف بليرتك بأي طريقة كانت، أنه حاول أنه أنت تشتغل شيء ما تضلك قاعد بمكانك أنه بس أنه خايف أو مرعوب من السعر. بالإضافة لكل هذا برجع بقول لك في هلا اليوم فكرة لازم تتعزز، أنه أنا ما لازم أني أنا أشتري بضائع غير مجهولة المصدر، أو حتى لازم يعني فيني أقول لك حتى نعزز فكرة تشتكي هذا حقك. يعني إذا تعرضت لغش أو تعرضت لغلاء سعر وأنت بتعرف أنه هي السلعة مو هيك سعرها، فيك مباشرة تتواصل مع وزارة التجارة الداخلية، خبرهم عن الموضوع، حاول أنه أنت يعني تكون إنسان فاعل لو شوي. نعم. وداعم. مريم، يعني الإعلام الوطني كتير نشر رسائل توعوية عن ضرورة الشكوى، ثقافة الشكوى، واليوم أيضا أنتوا دوركم على موقع التواصل الاجتماعي لتعزيز هذا الكلام، لأنه دائما يمكن المواطن السوري عنده ثقافة الخطي وحرام وشعب طيب ما بيحب يأذي غيره. حلو. بس اليوم قد ايه مهم إذا شاف غلط الشعب السوري وخاصة بما يتعلق بالاقتصاد، أنه فعلا أنتوا كمان عبر المواقع التواصل عبر بياناتكم أعدادكم الاجتماعية، أنه إذا حدا شافه اشتكى وصار في نتيجة بيتشجع. اليوم دوركم بهذا المجال صراحة في هيك شيء، لأنه قبل فترة بسيطة كنا بلشين حتى بحملة تشتكي هذا حقك، وبصراحة صار في تعاون كبير كتير بيننا وبين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع مدراء التموين، في مدير تموين ريف دمشق الأستاذ لؤي سالم وصلنا له كتير شكاوي وعمل على معالجتها، مدير حماية المستهلك الأستاذ علي الخطيب، السيد الوزير الدكتور عاطف نداف كان دائما في تواصل مباشر بتوصيل هيدي الشكاوي. في كتير قصص تمت معالجتها فورا، مثلا في ارتفاع بسعر سلعة معينة في موضوع بس انتشر
صار في عنا وعي بهي القصة، مثلا إذا حدا راح مثلا على مكان ولقى الأسعار غالية فورا بيصورها وبينزل على وسائل التواصل الاجتماعي، بيصيروا كل العالم يتناقشوا عليها، يعني صار في عنا وعي لهذا الموضوع. إيه إيه، لأنه بتعرفي ليه؟ السوري تعب، يعني اليوم 9 سنين حرب ومعاناة كثير كبيرة صراحة طاقته، بس أنا بتمنى من الناس تصبر. بس في نوع من أنواع الوعي، إيه إنه صار ما عاد عنده هذا الخوف. بس في موضوع لهلا بعده بيزعج، انه مثلا بيجي بيقول لك انا ما بدي اشتكي للوزاره لانه يمكن ما استفاد شيء. بس بيشتكي على مواقع التواصل، هي هي الفجوه، عرفتي مريم؟ يعني نحن هلا مثلا مواقع التواصل كمان هي الحرب الاعلاميه، ممكن اي حدا يزت كلمه او يفهم الكلمه بشكل مغلوط. طب في مؤسسه حكوميه، اوكي اذا ما ردت بعدين انه تلجا لاي شيء. طب لك على شيء، هلا انا مع هي الفكره، كنت حتى من فتره كنت كثير، يعني انا حدا كثير ناشط على الفيس، ففورا ايه كنت انشر. بس هلا تعي للصراحه، حتى موضوع انه انت تنشر على الاعلام كان اول شيء ضايق الجهات الحكوميه كلها، تتضايق انه ليش ما اجيت اشتكيت لعندي بالاول. هلا نوعا ما لا اختلف الوضع، صدقيني صار حتى في بقلب كل وزاره، يعني يمكن هي الشغله ما لازم اقولها، بس بقلب في بكل وزاره في حدا عم يتابع على الفيس، عم يتابع على مواقع التواصل وعم يخبر فيها الجهات المعنيه وعم تتم معالجتها، وبنفس الوقت عم يتم مره ثانيه انه لا ارجعوا انشروا انه تعالجت هي الحاله وتم 1 2 3 عبر المكاتب الصحفيه. في جهات مختصه مثلا، يعني عم يحاولوا يسدوا الفجوه اكيد، لانه في عالم مثلا ممكن تتبلى عليكي مثلا انه ينزلوا بوست يكون مثلا هو بوست تبلي، يعني اكيد لازم يكون في جهات معنيه انه تهتم بهالمواضيع. يعني هذا شيء كثير منيح اللي عم بيصير معنا. خلينا نحكي على الانشطه القادمه، شو مفكرين؟ شو في عنكم حملات ثانيه؟ هلا حاليا بشهر الميلاد، حاليا ما بعرف اذا في شيء حمله ممكن هلا نرجع نكفي فيها، بس نحن هلا مكفين بحمله دعم الليره، لانه هي بدنا نضل مكفيين فيها بس كرمال نوصل لبر الامان او نحس انه في شيء تحسن بطريقه كثير كبيره. يعني نحن طماعين انه فعلا يرجع يتحسن الاقتصاد بطريقه كبيره كثير، طماعين انه ترجع ليرتنا قويه مثل ما كانت قبل، ينخفض السعر اكثر، يعني عندنا هذا الطمع. وبتمنى انه يعني صدقيني كل سوري موجود هلا عنده هذا الحس او عنده هذا، بيتمنى انه ترجع البلد مثل ما كانت او يرجع الوضع مثل ما كانت. فنحن بعدنا رح نكفي بهيدا الحمله، ولاحقا ما بعرف شو الله بيخلق شو بنقدر نعمل ان شاء الله يا رب بنكون يعني موجودين على الارض. نحن فئة شباب وعنا طاقات وحابين انه نحن نسخرها. نعم، نحن بدنا نشكرك يا مريم، والشكر موصول لكل شباب الحمله وحتى صبايا العطاء وكل شيء عم يشتغل على مواقع التواصل وعلى الارض لفعلا ينشر توعيه ويكون صامت كمان بوجه الحرب الاقتصاديه اللي علينا. شكرا لك يا مريم. شكرا. اكيد شكرا كثير لك، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، لك كل التوفيق والنجاح. يعني هدول الشباب السوري اللي نحن بنشوف حالنا فيهم، اللي نحن كلياتنا اكيد حنبني سوريا. شكرا لكم. شكرا لك.